الستاتنز اللي هن مجموعه ال HMG CoA ريدكتيز انهيبيتورز. هدول مجموعه من المركبات اللي هن بالاصل طلعوا من ناتشرال اوريجين من الفنجاي. وجدوا انه بعض اللي هي سبيشيز اوف البنسيليوم وجدوا انه تعطينا بعض الميتابولايتس اللي إلها inhibitory activity على اللي هو واحد من الانزيمز which is the HMG CoA reductase اللي هن اول مركب طلع عنا اللي هو اسمه الميفاستاتين. الميفاستاتين وهذا الحكي يعني من السبعينات. بهذيك الايام كان اسمه كومباكتين. وهذا الميفاستاتين كان لما نتطلع على اللي هو it's a competitive inhibitor of اللي هو HMG CoA reductase which means شو معناته لما نقول competitive inhibitor إذا بتتذكروا بالنسبة للإنزيمز it needs to mimic اللي هو يعني it needs to bind على نفس اللي هي الكتاليتيك binding site نفس السبستريت. So ممكن رح نشوف هلأ إنه في عنا mimic ما بين اللي هو هذه الانهيبيترز الميفاستاتين ومثيلاتها من الستاتنز مع اللي هو السبستريت which is the HMG CoA. لكن هاي المركبات زي ما رح نشوف الأفينيتي لإلها على هذا الإنزيم أعلى بعشر آلاف ضعف مقارنة بالسبستريت نفسه. وهلأ رح نشوف ليش يا جماعة. خلينا نكمل نشوف أول إشي إيش هو الـ HMG CoA reductase وبعدين بنكمل اللي هو عملية الشرح. طيب أولاً اللي هو إنزيم HMG CoA reductase هو involved في عملية السينثيسز للكوليسترول وهو يعتبر اللي هو rate limiting أو rate determining إنزيم في هاي البروسيس لأنه هو بيبدأ من بداية من لما يكون في عنا acetyl CoA بيعطيني الـ HMG CoA اللي هو الهيدروكسي ميثيل جلوتريك أسيد. بعدين بيجي عنا الـ HMG CoA reductase لهذا الإنزيم بياخد هاي السبستريت وشو بده يعملها؟ بده يعملها ريدكشن يحولها لميفالونيك أسيد. طيب خلينا نيجي نتطلع على بعدين إيش بده يصير في عنا؟ بتكون عنا اللي هو in different steps راح يتكون عنا finally اللي هو الكوليسترول. فعملية الانهيبيشن لل HMG CoA reductase enzyme مسؤولة عن إني أنا أقلل من تصنيع اللي هو الإندوجينس كوليسترول اللي ببلش إحنا معانا من الأستيل CoA. لاحظ خلينا نتطلع على مركب الـ HMG CoA اللي هو substrate for this enzyme نشوف إيش بيميزه. طبعاً إحنا في عنا أول إشي عندي carboxylic acid group بعدين CH2 بعدين هلأ بدنا نرقمهم كربوني رقم واحد اللي هي الأسيد بعديها الـ CH2 الميثيلين جروب رقم اثنين ثلاثة الكربون رقم ثلاثة في عليها هيدروكسيل وفي عليها ميثيل جروب كربون رقم أربعة هي CH2 الكربون الخامسة اللي عليها C double bond أو هون اللي بده يصير في عنا اللي هي ريدكشن. لما يصير في عندي ريدكشن إيش بتتحول هاي الكربون رقم خمسة بتعطيني اللي هي الألكوهول اللي هو الميفالونيك أسيد. طيب نشوف هذه المركبات إيش بتشبه وكيف هي بتشبه يا جماعة اللي هي الـ substrate how do they compete على نفس الكاتاليتيك سايت. نتطلع على المركبات اللي موجودة عندنا. ثانية يا جماعة اجيب لي كاست مي وبرجع. اوكي بسم الله. طيب هلا المركب اللي احنا شفناه قبل شوي اللي هو ايش اسمه خلينا نجي نذكر اسمه اللي هو الميفاستاتين وهو يمكن اسمه جاي من الميفالونيك اسيد
لانه it inhibits عمليه اول production اللي هي للميفالونيك اسيد. فهذا الميفاستاتين اذا بنيجي نطلع على الشكل تاعه هو المين انهبيتوري جروب اللي موجوده بالميفاستاتين واللي هي essential وموجوده بكل الستاتينز. هاي الجروب اللي عملنا عليها سيركل الجروب اللي عملنا عليها سيركل. لاحظ انه هذا الميفاستاتين بيحتوي على رينج. ايش بنسميها هاي الرينج؟ بنسميها لاكتون، صح؟ لما تكون الايستر موجود داخل رينج بنسميه لاكتون، اللي هي من عندهم الفا بيتا جاما دلتا لاكتون. هلا فعليا الميفاستاتين هو عباره عن برودراج، هو مش بالاكتيف فورم. اللي بيصير انه لما ناخذ الميفاستاتين ان فيفو بصير عليه اللي هو الهيدروليسيس، بحيث يعطيني الكاربوكسيليك اسيد جروب، هياتها كاربوكسيليك اسيد، وبيعطيني على الكربون الثاني اللي هي الهيدروكسيل. فصار في عنا هيدروليسيس لهي الايستر جروب، اعطتنا الكاربوكسيليك اسيد بالهيدروكسيل. لو اجي انا هلا بدي اعد يا جماعه اللي هن على الكربونات، اعد رقم واحد اللي هي الذره اللي بتحمل الاسيد، رقم اثنين، بعدين رقم ثلاث ايش في عليها؟ هيدروكسيل. هاي الهيدروكسيل بتشبه الهيدروكسيل اللي موجوده في ال HMG-CoA. رقم أربعة عباره عن CH2. خمسة هون اللي هي رح يكون في عليها الهيدروكسيل جروب. بعدين بيجي عنا كافه المركبات، بيجي عنا كربونه رقم ستة وسبعة، وبعديها في عنا شيء اللي هو الرينج سيستم. طب خلينا نرجع على السلايد اللي بحكي لنا عن الانترميديت ستيت والى اخره. نشوف هذا السلايد. هذا المركب زي مركب اللي هو الميفاستاتين. هذا المركب it needs to be hydrolyzed عشان يعطيني الاكتيف فورم. وانس بصير عندي هاي الهيدروليسيس بيعطيني 3-5-dihydroxy acid. اوكي وين هول؟ هاي رقم 1 2، هاي على ذره رقم 3 هيدروكسيل جروب، على ذره رقم 5 هيدروكسيل جروب. هلا وين التشابه بينه وبين اللي هو السبستريت؟ خلينا نشوف. هاي هو السبستريت ماشي الحال اللي هو ال HMG-CoA. عندنا الذره الكربونه رقم 1 اللي فيها الاسيد، 2 على ذره رقم 3 احنا هون في عندنا هيدروكسيل، وفي عندنا ميثيل جروب، هي ميسنج من مجموعه الستاتينز. بعدين في عندنا ذره رقم 4 سي دبل بوند او. هلا لما يصير عمليه اللي هي الريدكشن ويعطيني الميفالونيك اسيد، في عندنا انترميديت ستيت. هي الانترميديت ستيت اللي فيها التتراهيدرال كربون اتوم هياتها اللي هي رقمها 5 وعليها هيدروكسيل جروب. هلا لاحظ ايش بنلاحظ هون؟ بنلاحظ انه هاي المجموعه الستاتينز they actually act as transition state inhibitors. عشان هيك لما قبل شوي شو حكينا؟ حكينا انهم الافينيتي لهم to the active site of the enzyme 10,000 fold اللي هو الاكتيفيتي اوف ذا سبستريت، بسبب انه they mimic actually اللي هي الانترميديت ستيت اوف these substrates، وبالتالي بيعطيني binding affinity عالي جدا. طيب شغلة مهمة كمان نتطلع عليها عشان ورح نحكيها بعدين، لكن بالله نتطلع، لاحظوا لي الهيدروكسيل جروبس الستيريو كيمستري لإلهم. هاي أول هيدروكسيل جروب، والهيدروكسيل جروب الثانية اللي هي يعني خلينا نقول ستيريو كيمستري على كربونة رقم 3 وعلى كربونة 5، لاحظ إنها مشابهة تماما للستيريو كيمستري of the intermediate state. عشان هيك كمان لانه رح نشوف انه هدول التو هيدروكسيلز اسينشال، يعني انا لما احكي عندي 3-5 داي هيدروكسي اسيد ضروريه، اذا هاي اللي هي جزئيه اللي تميمكس التتراهيدرال انترميديت اللي بيطلع عندي من هذا الانزيم. طيب خلينا بالله نتطلع على قبل ما نمشي شويه، خلينا نشوف هذه المركبات ايش خلينا نقول ايش الاشياء الاسينشال اللي فيها، وناخذ المجموعه ونقسمهم. في عندنا مجموعه الناتشرال اوكيرنج ستاتنز وفي عندنا السينثيتك ستاتنز، نفرق بيناتهم بالستركتشر. بس بدنا ناكد على شغلات ضروريه، سواء كان عندي
كل الستاتنز، خلينا بالله نطلع على أول سلايد اللي بيحتوي على مجموعة الستاتنز، خلينا نطلع عليهم. كل الستاتنز اللي موجودين عندي في النهاية، في عندي 3-5 دايهيدروكسي كاربوكسيليك أسيد جروب، ماشي الحال؟ هلأ ممكن يكونوا in the form of a prodrug زي حالة اللوفاستاتين والسيمفاستاتين، أو بيكون جاهز active هو، يعني ما في عندي اللي هي اللاكتون رينج. طيب نيجي نطلع على شغلة تانية، لو بدي أعد أنا من بعد الذرة رقم 5، ماشي الحال، اللي هي تميمكس الاس في 3 تتراهيدرال كاربون في الانترميديت ستيت، في عنا بيجي ذرة رقم 6 والكربونة رقم 7، هاي موجودة في كافة المركبات، إذا في عنا 6 و7، نفس الإشي هون 6 و7 لكن بيناتهم دبل بوند، 6 و7 سنجل بوند، 6 و7 دبل بوند، 6 و7 دبل بوند، وبعدين دايركتلي على كربونة رقم 7 بيجي عنا اللي هو مسميه الرينج سيستم، أوكي؟ إذا كافة هاي المركبات لو بدي أجي أشوف أنا إيش هو المين سكافولد لإلها، بدي أحكي إنها بتحتوي على 3-5 دايهيدروكسي هيبتانويك أو هيبتينويك أسيد إذا كان فيه سي دبل بوند سي. إذا هاي ضرورية جدا، إحنا بنعرف شو الهيبتان اللي هو السبع ذرات كربون، إذا في عنا 3-5 دايهيدروكسي هيبتانويك أو الهيبتينويك أسيد، هاد اللي هو مهم جدا تواجدهم، بعدهم بيجي دغري في عنا اللي هو الرينج سيستم. طيب خلينا نشوف، إذا هذا هو it can be either lactone prodrug أو اللي هو الactive compound of it. خلينا نيجي نطلع على هاي المجموعة ونقسمهم لمجموعتين. مين معانا هلأ نحكي؟ آية نواصرة، آية معانا يا آية؟ دكتورة معك. أوكي آية، بدي تطلعي لي على أول مجموعة من المركبات. هلأ اللوفاستاتين والسيمفاستاتين والبرافاستاتين هدول مجموعة لحال اللي هن من مجموعات الناتشورالي أوكيرين كومباوند، وفي عنا الفلوفاستاتين وغيره والأتوربا والبيتا والروزافاستاتين هدول سينتيتك. احكي لي إيش الفرق الأساسي بيناتهم وإيش الأشياء الكومون بيناتهم. هلأ باللوفستاتين والسيمفستاتين هم البرودراكس، أما البرافستاتين يعني مو حاسة في فرق عن الباقي السينتيتك. صح. هلأ كلهم بيحتووا على 3-5 دايهيدروكسي هيبتانويك أسيد أو الهيبتينويك أسيد، تمام؟ كلهم سواء كان عم نحكي على ناتشرال كومباوندز أو عم نحكي على اللي هم السينتيتك كومباوندز، تمام؟ ألو آية؟ طيب احكي لي إيش اللي بيميز الرينج سيستم في اللي هم اللوفاستاتين والسينفا والبرافا compared with the other groups. هلا يمكن إنه الكربون رقم 3 و5 عندهم I can عندهم I configuration، أما الباقي اللي بيكون عنده زي الكين بيكون في عندهم S على كربون رقم 5. أوكي هي استني شوي، هي رح نحكي عليها بعدين. طب احكي لي عن الرينج سيستم، خلينا نجي أنا وياك نحكي فيه. الرينج سيستم إذا بتلاحظي اللوفاستاتين والسيمفاستاتين والبرافاستاتين بيحتوا على هذا الرينج سيستم اللي هو كم ذرة كربون فيه هاي الرينج سيستم؟ كم ذرة بتقدر تعديهم؟ 4 و4 و2 10، مشان هيك بسموهم الديكالين، الديكالين ماشي الحال رينج سيستم، أو ممكن نسميهم رينج اي سيستم، ماشي الحال ممكن نسميهم رينج اي سيستم أو الديكالين، أو كمان في لهم اسم تاني احذري شو ممكن نسميهم. ممكن نسميهم، لأنه أنا في عندي النفثلين اللي هي هاي الرينج سيستم، هاي اللي هي النفثلين، فأنا شو عملت؟ عملت شلت 3 دبل بونز، فصار في عنا 6 هيكسا هايدرو نفثلين، هيكسا هايدرو نفثلين رينج. فإذا
مجموعة اللي هي naturally occurring compounds. إيش بتحتوي يا جماعة؟ بتحتوي على الرينج سيستم اللي هو ممكن نسميه الديكالين. ماشي الحال؟ الديكالين هي عشان تكون بالصورة الحلقتين السداسيتين اللي fused to each other without اللي هي double bonds هاي. لكن يعني كونهم يعني من 10 ذرات كربون ممكن أقول اللي هو الديكالين مع two double bonds، أو بسميها يمكن أدق اللي هي هيكسا هيدرو نفثالين رينج. هيكسا هيدرو نفثالين رينج ماشي الحال. هذا اللي هو إشي كومون بمجموعة اللي هي ناتشورالي أوكيرينج ستاتينز. هذه الرينج دايركتلي كونكتد للكربون رقم 7، وفيها لو بدي أجي أطلع عليها بلاحظ إنه في عنا على two position، وبدي أرد هون هاي رقم 1 2 أو خلينا نسميه 1 prime 2 برايم 3 برايم 4 برايم 5 و 6 برايم. في عنا substituent ممكن يكون dimethyl substituent، ممكن يكون الميثل واللي هي البيتا هيدروكسيل substituent، بالإضافة لأنه في إشي كومن بيناتهم يا جماعة اللي هي على السي كربونة 8 برايم position. في عنا اللي هو المثل بيوتريت إيستر. شو هو المثل بيوتريت؟ هاي هالمثل وهي اللي هي البيوتريت جروب. ماشي الحال؟ 1 2 3 4 هاد اللي هو يا جماعة اللي هو الكومون ما بين هاي المجموعة من ناتشورالي أوكيرينج كومباوندز. طيب لو بدي أجي أقارنهم أنا بمجموعة اللي هي السينثيتيك كومباوندز، ما بلاقي أنا الديكالين سيستم، لكن بشكل عام إيش بلاقي؟ بلاقي إنه أنا في عندي هيترو أروماتيك رينج سيستم، هيترو أروماتيك رينج سيستم، وهي الأروماتيك رينج فيهم كلهم بتلاقي عليها بارا فلورو فينيل جروب. هياتها بارا فلورو فينيل، بارا فلورو فينيل، بارا فلورو فينيل، بالإضافة إلى اللي هي ايزوبروبيل جروب أو سايكلوبروبيل جروب. هاي اللي هي مجموعة اللي هم السينثيتيك أنالوجز. وأني أذر سبستيتيونس ممكن تكون على الرينج كمان إت كان أفكت اللي هي الأفينيتي تو ذا ريسبتر بايندينج سايت، زي ما إن شاء الله راح نشوفها. طيب خلينا نشوف إذا نقارنهم هدول المجموعة. خلينا نقرأ يا جماعة اللي هي خلينا نقرأ شوي على قبل ما نشوف الانتر اكشن، نشوف اللي هي صار لها ايش الاشي الكومون ونتطلع عليهم كافة. ستراكتشر اكتيفيتي ريليشن شيب، اذا اول نقطة لازم يكون في عنا اللي هي 3-5 داي هيدروكسي هيبتانويك او هيبتينويك اسيد، بالاضافة الى دايركتلي على كربون رقم 7 في عنا الرينج سيستم. هذا 3-5 دايهيدروكسي كاربوكسيليت حكينا essential for inhibitory activity، يعني بتشيله ببطل يشتغل as an inhibitor. طيب نيجي نحكي على قضية مهمة جدا اللي هي قبل شوي حكتها آية، حكتنا على اللي هي stereochemistry لل 3 position على الكربون رقم 3 والكربون رقم 5. هلأ بما إنه هذا it needs to mimic اللي هي intermediate state يا جماعة، فضروري جدا زي ما قبل شوي شفنا بالسلايدات انه الهيدروكسيل توجهها واتجاهها والهيدروكسيل الثاني كمان اللي على كربون رقم 5 في نفس اللي هو الـ يعني الابسولوت ستيريوكيمستري، نفس وين هي ممكن يعني عشان ترتبط بالاكتيف سايت، نفس السبستريت وين موجه هاي الهيدروكسيلز عشان يرتبطوا بالبايندينج سايت خلال عمليه الرياكشن. فلما اجي اطلع على هذه المركبات الكربون رقم 3 الستيريوكيمستري لإلها دائما اللي هو الـ R configuration، دائما R. لكن نيجي على الكربون رقم 5، الكربون رقم 5 الستيريوكيمستري لإلها رح تختلف حسب إذا كان عندي دبل بوند 6-7 ماشي الحال، أو ما كانت عندي سنجل بوند. هلا إذا كان عندي single bond ما بين 6 و 7 فهو بيكون الستيريوكيمستري لإلها R، وإذا كان في عنا double bond فبتكون الستيريوكيمستري S. طيب خلينا نفهمها هاي شوية لأنه ما بدنا نلخبط هون بهذا الموضوع. بدي أسأل سؤال، هل اختلاف الستيريوكيمستري على الكربون رقم 5 معناته هذه الهيدروكسيل
ترتبط بطريقة مختلفة داخل الكاتاليتيك سايت. شو رأيكم؟ شو رأيك يا دانيا عبد الجبار شقير؟ دانيا شقير؟ دانيا؟ دانيا؟ طيب بلاش دانيا. غيداء؟ غيداء معانا؟ غيداء مو معانا. غنى؟ غنى فراس المصري؟ نعم دكتورة معي. غيداء معانا. يلا يا غيداء. غيداء شايفة أنا إيش قبل شوي حكيت؟ حكيت لك إن الستيريوكيمستري لما أجي أحددها للكربون رقم 5 بتختلف باختلاف طبيعة البوند ما بين 6 و 7. إذا كان في عندي دبل بوند بطلع اللي هو بتاخد الـ 5S configuration، بينما لو كان في عندي اللي هي السنجل بوند تعطيني الـ 5R configuration حوالين اللي هي الكربون رقم 5. هل هذا بيأثر على طبيعة ارتباط الهيدروكسيل هذه؟ كونه أنا مرة بقول لك R ومرة بقول لك S، هل بيأثر على طبيعة ارتباطها داخل الأكتيف سايت؟ شو رأيك؟ اتجاه الارتباط. عيدي بالله لأني أنا أقطع صوتك. اتجاه الارتباط ممكن للـ OH يكون مختلف. مرة على اليمين ومرة. طيب. هاي النقطة اللي أنا حابة أوضحها. هو لا ما بيكون مختلف. أحكي لكم شغلة، هلأ إحنا عم نحكي الأبسولوت ستيريوكيمستري لازم يكون نفسه نفس إيش اللي هي السبستريت، ماشي الحال، نفس اللي موجود في الميفاستاتين واللوفاستاتين، نفسه اللي موجود للحالة الانترميديت ستيت. هلأ أحكي لك ليش أنا تغير عندي مرة بقول لك R ومرة بقول لك S، لأنه when you assign the configuration لما أنت تحددي والله شو هي R ولا S، مش إحنا بنطلع على ال priorities للجروبز اللي حوالين هاي الكربونة، صح؟ بصير أحدد the priorities لإلهم، بصير أقول هاي كربونة عليها double bond ماشي الحال، compared with the carbon ما عليها double bond، فأنا بمشي فيهم كربونة كربونة هيك بالضبط، صح؟ مش إحنا كيف لما نعمل how do we assign the stereochemistry، كيف بعمل الستيريوكيمستري؟ بدي أحدد هاي الذرة ماشي الحال، وببلش أحدد البريوريتيز للجروبز اللي موجودين عليها، ببلش فيهم أتوم أتوم. يعني أول أتوم طبعاً مننسى اللي هي الليست بريوريتي للهيدروجين أتوم، باجي بطلع على الهيدروكسيل اللي هي has the highest priority، بعدين بطلع على تاني اللي هي الباقي اللي الأتومز اللي attached للSP3 كاربون بطلع عليهم. هاي الكربونة رقم 6 إذا كانت يا جماعة single bond فالpriority لإلها وأربعة نفس الإشي متماثلين، باجي على الذرة اللي بعدها 7 وبقارنها بالذرة رقم 3، باجي بطلع مين هذا higher priority، أكيد اللي هي كربون رقم 3، فلما أرقم اللي هي المجموعات في priorities شو باجي برقمهم؟ برقم 1 للهيدروكسيل، 2 اللي هي كربونة هون لهي المجموعة كلياتها ماشي الحال، وثلاث لهذه المجموعة. فبصير لما أجي بدي when I assign the stereochemistry بهاي الحالة بحددها، بتطلع عندي اللي هي الconfiguration، خلينا نقول الconfiguration بتطلع عندي R. طيب لكن إيش بختلف؟ بختلف لما يكون في عندي double bond. لما يكون في عندي double bond هاي رح تاخد اللي هي priority رقم 1، وبعدين الكربونة رقم 6 كونها double bond يعني زي كأنها كربونة وعليها كمان كربونة ماشي الحال، في عليها زي كأنه an extra carbon هون مقارنة بهون كربونة عليها بس two hydrogens، فهذه الجروب رح تاخد رقم 2 وهون بتاخد رقم 3، فالعملية الassignment للconfiguration اللي تختلف. لكن سواء عندي double bond ولا single bond الهيدروكسيل الهادي والهيدروكسيل هاي في كل المركبات بيرتبطوا في نفس المكان بنفس طريقة الارتباط، مش واحدة لافة ومختلفة عن الثانية، لأنه هذا essential لعملية البايندينج. وضحت يا آية أو مين كان معنا؟ غيداء، وضح هاي النقطة؟ ضروري جدا يا جماعة نستوعبها، واضحة؟ دكتورة؟ اتفضل دكتورة، مش أخذنا كمان هاي الفكرة بالميدا وان لما أخذنا عن البيتا بلوكرز؟ بالضبط، exactly. الحمد لله أنك تذكر، صحيح بالضبط نفس الفكرة. هي يعني أحيانا أنه بفرق، أنت يعني ما تلخبط لما نقول لك S و R configuration، أنت بهمك الأبسولوت ستيريوكيمستري لإلها ماشي الحال، في النهاية هذا اللي بهمك، ما بهمك أنا كيف أنا
how to assign stereochemistry, لأنه الassignment هاي لما أحكي R و S هي فقط يعني زي نوع من nomenclature فقط عشان إحنا يكون متفق عليها بيناتنا فقط، ولكن هي لا تحدد لي يعني حسب priorities يتم تحديدها. فنفس الفكرة اللي زي ما حكينا شفنا البيتا agonist والبيتا antagonist، شفنا الهيدروكسيل مرة بتكون S ومرة بتكون R، وكنا نقول هذا higher affinity لما تكون S وhigher affinity لما تكون R، بالرغم من إنهم both في الagonist في الantagonist الهيدروكسيل ترتبط في نفس المكان إلها نفس التوجه، بس هي بسبب اللي هي اختلاف priorities. طيب هلأ نيجي على باقي اللي هو المركب. احنا حكينا يا جماعة انه هاي جزئية اللي هي من كربوني رقم 1 to 5 اللي هي that resembles اللي هي intermediate state. هل بقدر يا جماعة اتحكم باللينث ما بين اللي هي المجموعة اللي هي خلينا نقول البنتانويك أسد وما بين الرينج سيستم؟ هل بقدر أطولها بدل أن هون حاطة 2 مثلين جروب CH2CH2، هل بقدر أعملها بروبل لينكر؟ لا ما بقدر. هل بقدر أعملها مثل لينكر؟ لا. فهي هاي التو كاربون ديستانس كمان مهمة جدا، يعني أي تغيير على هذه التو كاربون ديستانس بيأثر كتير باللي هي الأكتيفيتي of these compounds، فالواحد بده يكون منتبه لهي المجموعة من المركبات. طيب أخيرا اللي هي الدبل بوند. هاي الدبل بوند وين شفناها؟ شفناها أو خلينا نقول سينجل بوند، أو بلاش نحكي بطريقة معينة، دبل بوند أو سينجل بوند بيعتمد على الرينج سيستم بشكل عام. أوكي، يعني بشكل عام اللي هي السنجل بوند وين موجودة؟ موجودة في اللي هي it provides optimal activity للمركبات اللي بتحتوي على الرينج A اللي هي الديكالين رينج سيستم اللي احنا شفناها بالnaturally occurring compounds. الC double bond C هاي بتكون optimal للcompounds اللي هي synthetic اللي بيحتوي على اللي هي heteroaromatic rings. طبعا بس في عندي exception اللي هي وين الاكسبشن؟ خليني أفرجيكم المركبات عشان نتطلع عليهم كلهم. خلينا نجي نتطلع. إذن حكينا كلهم بيحتوى على الهيبتانويك أسد، يعني بعد الخمسة في عنا ذرتين كاربون. الناتشرالي أوكيرينج اللي هو فيهم الرينج A هاي الديكالين أو الهكسا هيدرو نفتالين اللي هن بيحتوى على سينجل بوند ما بين 6 و7، it provides the optimal activity. يعني إذا بغير هدول بحط سي دبل بوند سي، بدك يعني مثلا إجاك بالامتحان سؤال وفيه سي دبل بوند سي، بدك تقول لي هذا least active مثلا، what's the least active، بتقول لي هذا اللي فيه سي دبل بوند سي. بيجي عندي المركبات الثانية اللي بتحتوي على هيترو أروماتيك رينج كلياتها بتحتوي على سي دبل بوند سي إلا اللي هو الأتورفاستاتين اللي الأروماتيك رينج فيه اللي هي البايرول. باقي المركبات اللي هي فيها مثلا الاندول والكوينولين والبيرميدين كلياتهم يا جماعه بيحتوا على السي دبل بوند سي، فيعني بس هي هذه خلينا نقول شاذ لحد ما. اوكي، اذا هذا فيما يخص اللي هي الدبل بوند اللي موجوده. It affects في النهايه الكونفيجريشن SR configuration، و it affects also اللي هي الاكتيفيتي اوف ذيس كومباوند ديبيندينج على الرينج. ونرد نرجع نحكي، إذا هدول الستاتنز بنقسمهم لقسمين. في عنا الرينج A subclass زي ما حكينا اللي هي بعد كربون رقم 7 في عنا اللي هي الديكالين رينج سيستم، وهي ضرورية. يعني مثلا بيجي واحد بيسألني هل بقدر أستغني عن ديكالين رينج سيستم for example change it with a cyclohexane ring، بقول لك لا ما بصير. فهي ضرورية زي كأنها بتثبت هذا المركب داخل اللي هو الأكتيف سايت. طيب نيجي للمركبات. هذه المركبات في عليها على الايت بوزيشن في عنا ايستر جروب. الايستر اسينشال، يعني كمان انك تشلي هاي الايستر بتعمل عندي مشكله. حكينا هو مثل بيوتريت ايستر، هيها اللي هي 4 ذرات كربون وفي عليها على الالفا كربون في عنا كمان مثل جروب. هلا احنا شايفين هون انه وضح لي طبعا في عنا ستيريو كيمستري لهي الكربونه. لاحظوا انه هاي المركبات بتغلب، يعني لما أحكي على naturally occurring compounds بصراحة مش سهل إنك أنت تصنعها بسبب يعني الستيريوكيمستري العالية والكيراليتي العالية. أنت لما يكون في عندك يدوب one chiral center بتتغلب فيه، فما بالك لما يكون في عندك 2 و 3 و 4 chiral centers، هون بصير في عندك مشاكل، يعني بصير صعب جدا إنك تصنع هذا المركب إلا إذا أنت بدك تصنعه مثلا semi-synthetic for example
أو إنه يكون إشي أصلاً natural occurring compound. هلأ هذا المركب بيحتوي على الإيستر، stereochemistry للإيستر مش مهم، لكن الإيستر ضرورية. الإيستر بغض النظر على stereochemistry لإلها أو configuration لإلها مش مهم، بهمني الإيستر نفسها. مش عارفة شو حكيت، يمكن جملة خطأ قبل شوي. بهمني الإيستر جروب بغض النظر عن اللي هي stereochemistry of carbon number 8. إذا بغير الإيستر بحط إيثر، it decreases اللي هي الأكتيفيتي. هاي الإيستر لينكج في عليها اللي هي الألفا مثل جروب. إذا بحط a second ألفا مثل جروب كمان بزيد عندي الأكتيفيتي، زي مثلاً السيمفاستاتين لو بدي أقارنه باللوفاستاتين بيعطيني زيادة بالبوتنسي بس بسبب وجود هاي اللي هي الاكسترا مثل جروب لو اضيفها على اللي هي الايستر اللي موجود. اخيرا على التو بوزيشن والسكس بوزيشن، يوجوالي على التو بوزيشن في عنا الميثيل جروب هون اللي هي بيتا ميثيل. على السكس بوزيشن ممكن تكون ميثيل او هيدروكسيل، فهي يعني الهيدروكسيل اكيد بتزيد عندي انا الهيدروفيليستي، ان بقول لك بيعطيني بعض السيلولار سبيسيفيسيتي. نيجي على رينج بي. رينج بي سب كلاس اللي هن غالبيه السينثيتك كومباوندز. هذول السينثيتك كومباوندز عندي كربون رقم 7، اكيد انا ارتحت من كايرال سنتر هون موجود، لانه انا ريحت حالي لما كان في عند الديكالين رينج سيستم. still I have more like different chiral centers. هون ريحت حالي من هذا الكايرال سنتر directly link للكربون رقم 7 من الهبتانويك أسد. عندي aromatic ring. الaromatic ring زي ما احنا شايفين ممكن تكون N 0 أو 1، يعني either 5 membered ring أو 6 membered ring. وهلأ حط اللي قد ما بدك نيتروجينات فيها، يعني بدك تحطها زي تترازول، بس طبعا بدك تشيل الاسيديتي لها، بدك تدير بالك من هاي النقطه. ممكن تحطها بايرول رينج كمان بيمشي، اميدازول رينج كمان بيمشي اتسترا. هلا عليها كل المركبات رح نلاحظ انه عليهم بارافلوروفينيل. هاي البارافلوروفينيل عشان تكون بالصوره، اكيد بسبب وجود اللي هو الهبتانويك اسيد اللي موجود عندي هون، اكيد بتعمل ريبلجن، وبالتالي مش رح تكون كوبلانر اوكي مع اللي هي الهيترو اروماتيك رينج. ولو حاولنا انه نجبرها تروح تصير كوبلانر، يعني نفرض اني انا جبت لك بالامتحان مركب مثلا وصلته بهي الطريقه بحيث اني اضمن انا فور اكزامبل حطيت هون كمان رينج بحيث اضمن ايش يا جماعه اللي هي كوبلانرتي ما بين اللي هم الديفرنت رينجز، الرينج اللي هي عليها البارا فلورو وما بين اللي هي الأروماتيك رينج على كربون رقم 7، هذا بقلل الأكتيفيتي، دليل على إنه طريقة ارتباطها it requires إنها ما تكون كوبلانر مع الأروماتيك رينج. طيب في عنا إيزوبروبيل أو سايكلوبروبيل كمان على الأروماتيك رينجز كلياتهم. وأخيرا في عنا any R substituent كمان it affects عملية البايندينج. رح نشوف اللي هي كيف how does it affect اللي هي عملية البايندينج. خلينا بالله قبل ما نطلع نشوف هذا السلايد، نشوف إحنا هون في عنا اللي هي كيف طريقة اللي هي البايندينج، نشوف نطلع عليهم بزيادة. أكيد واحد بشوف كاربوكسيليك أسيد بهاي المركبات فبده يتوقع إنه أنا، وطبعاً أصلاً أنا في عندي السابستريت اللي هو الـ HMG-CoA فيه أسيدك جروب، وبده يطلع عندي اللي هو الميفالونيك أسيد أسيدك إتسترا. فالواحد ممكن يتوقع إنه يكون في عنا أيونيك إنتراكشن ما بين الستاتين وما بين اللي هو الكاتاليتيك سايت، يعني لايسين أمينو أسيد موجودة within البايندينج سايت بعمل معاها أينك إنتراكشن. فهذا أهم إنتراكشن، عشان هيك حكينا الهبتانويك أسيد ضروري. طيب حكينا باقي الستركتشر للستاتين اللي هو رينج كومبوننت بيعطيني اللي هو الهيدروفوبيك، وبعض كمان اللي هو البولر إنتراكشن داخل الفليكسبل ريسبتر بوكيت. هلأ رح نشوف واحد من الانتر اكشنز ونتطلع عليهم
كيف ممكن يأثر عندي اللي هي السبستيتيوانت اللي على الرينج سيستم في عملية اللي هي الارتباط. طيب في عنا بعض اللي هي الستاتنز اللي إلها polar functional groups موجودة على الرينج سيستم، أوكي، موجودة بحيث إنها تعمل interaction مع two amino acids polar. رح نحكي هنا ال highly potent compounds atorvastatin rosuvastatin show significant increase in affinity and potency. خلينا هلأ هي رح نشوفها. أما إذا بحط ال polar functional group قريبة من ال lipophilic residues بقلل ال affinity. خلينا بالله نطلع على أول اللي هي representation للبايندينج سايد، هذا اللي هو روزوفاستاتين. الروزوفاستاتين is a very potent HMG CoA reductase inhibitor. خلينا نشوف ايش اللي بيميزه. رقم واحد خلينا نحكي، اطلعوا لي هاي هي الكاربوكسيليك اسيد جروب، اوكي، هي الرسمه فيها اشي غلط. ايش هي الاشي الغلط؟ شايفين ايش الغلط؟ ميزته ايش الغلط اللي بالرسمه يا جماعه؟ ايش في هون عم بأشر عليها؟ شفتوه؟ هاي الهيدروكسيل مكانها صحيح؟ ما حدا يا جماعه هاي الهيدروكسيل وين هي لازم تكون؟ بس عشان يعني اللي بيطلع الرسمه ما يتلخبط شوي. لازم على كربون ثلاثة. ثلاثة وخمسة اكزاكتلي. هلا هنا يمكن بالضبط. هلا هي احيانا في بعض اللي هي السوفت وير ما بتطلع ليش كتير، خاصة لما أعطي الـ 2D اللي هو دياجرام للإنتراكشن. أحياناً مثلاً هاي شوفوا ما بين الهايلايتد هاي خمسة وستة، أحياناً بتطلع لي إياها على أساس هي 2 كاربون آتومز، بس حتى هاي كمان خطأ لأنه أنا في النهاية ما عندي 2 كاربون آتومز ما بين اللي هي هاي الجروب وهاي، بس مش مشكلة. خلينا نكمل يعني، بس بدنا نشوف اللي هي الانتراكشن، بس بدنا نوضح نقطة مهمة. وهلا راح افرشيكم الكريستال ستراكشر مع الاتورفاستاتين اللي هو شوي اوضح يا جماعة. هلا اهم نقطة يا جماعة اللي هي الايونيك انتراكشن وذ لايسين امينو اسيد. راح نشوف انه هدول الهيدروكسيل جروبس كمان تعمل يعني فيري سترونج انتراكشن، وعشان هيك وجودهم والاورينتيشن لهم كثير اسينشال. هلا وات ميكس روزوفاستاتين اللي هو هيك له شوية يعني سبيشال افكت، اللي هي البولار جروب هذه اللي هي السلفونيميد جروب اللي موجوده على الاروماتيك رينج، ماشي الحال، بارا على اللي هي الاروماتيك رينج. طيب لانها بتعمل انتر اكشن مع بعض الامينو اسيدز اللي موجودين اللي هن بولار، فهذا ايش بصير؟ بزيد عندي انا اللي هي الافينيتي للي هو للبايندينج سايت. هذه اللي هي الايزو بروبل جروب، شايفين انها هي شو عم تعمل؟ عم تعمل فاندرفال انتراكشن وذ هيدروفوبيك امينو اسيد ريزيديوز. فهدول خلينا بالله نطلع عليهم بالكريستال ستراكشر بعدين، لانه احنا في هون في عندنا رسمه للكريستال ستراكشر للاتورفاستاتين. هذا الاتورفاستاتين، الاتورفاستاتين اللي فيه لا رح نشوفه بزياده، هاي اللي هي حلقه البايرول كربونه، والكربونه الثانيه هي 6 و7 وهي كربونه رقم 5 عليها هيدروكسيل، وهون باقي المركبة هيك شوي مش واضح، الهيدروكسيل رقم 3، وفي عنا الكاربوكسيليك أسيد جروب، أوكي، في عنا اللي هي الأذر أروماتيك رينجز هدول اللي موجودين، هذه اللي هي البارا فلوروفينل، وهي اللي هي الأيزوبروبيل جروب. خلينا بالله نشوف اللي هي كيف الانتراكشن للأتورفاستاتين مع الريسبتر بطريقة أوضح شوي. طيب بدنا نشيل طيب يمكن انتم شايفين هلا الشيرد سكرين. طيب خليني مش بدي احاول الفه بطريقه اللي تسهل عليكم النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلينا نقراه بهدوء يا جماعه لهذا الريسبتر. بدنا نشيل اي معلش بس.
طيب هذا الاستراكتشر بتاع اللي هو الاتورفاستاتين. خلينا نحط نعمل هايلايت كل اتوم لحال. هاي اول كربونه تاعت الهيبتانويك اسيد، الكربونه الثانيه كربونه رقم 3 اللي فيه عليها الهيدروكسيل جروب، كربونه رقم 4، كربونه رقم 5 كمان انذر هيدروكسيل جروب. طبعا المركب كل كربوناته باللون الاخضر، الأكسجينات بتكون باللون الأحمر، النيتروجينات باللون الأزرق. بالنسبة للأكتف سايت أو الإنزيم الكربونات باللون اللي هو الرمادي. بعدين بيجي عنا كربون رقم 6 و7، لاحظوا إنهم هدول ما في عندي دبل بوند هون، SP3 هايبريدايزيشن لإلهم. بعدين في عنا اللي هي حلقة البايرول. هلأ هون إيش بيجي في عندي اللي هي البارا فلوروفينال جروب، وفي عنا اللي هي الايزوبروبيل جروب موجودة عندي إياها هون. أخيرا خليني أفرجيكم هون، في عنا اللي هو تورينج سيستمز قريبين، واحدة عندي أرجينين أمينو أسد وفي عندي سيرين، ماشي الحال. طب نبلش بالله حبة حبة بهاي اللي هي المركبات. نلاحظ الكاربوكسيليك أسد تاعت اللي هي الأتورفاستاتين مش يعني الواحد يعني صعب انه يتخيل قديش فيه بتعمل انتراكشنز مع الريسبتر. في عنا هاي سيرين هيدروجين بوند، الاسبرجين هي بتعمل ستابلايزيشن للتو لايسينز اللي هون عندي واحدة لايسين هياتها الطويلة عم بحاول أأشر عليها، اوكي، ولايسين تانية كمان من جهة تانية. فكل هذا بيعمل ايونك انتراكشن مع اللي هي الكاربوكسيليك اسيد، معناته it is essential for the activity، بقدرش اني اشيلها. طيب نيجي عندي اللي هي الهيدروكسيل جروب على الكربون رقم 3، لاحظ كيف عامله الاورينتيشن لها بحيث انها تعمل هيدروجين بوند انتراكشن مع ارجينين امينو اسيد. طبعا ات اكتس از ا هيدروجين بوند اكسبتر هاي الهيدروكسيل جروب، يعني لانه عندي الارجينين في عليها اللي هي بوزيتيفلي تشارج، فهي ات اكت از ا هيدروجين بوند اكسبتر مش از ا هيدروجين بوند دونر. نيجي الهيدروكسيل الثانيه، هم مجموعه الامينو اسيدز اللي هي عم نحكي على هون. في عندي هان باشر الاعلى اسبارتيك اسيد، وفي عندنا كمان انذر اسبارتيك هي جلوتاميك اسيد عفوا، وفي عندي هون اللي هي لايسين، وفي عنا ايش هون اسبرجين امينو اسيد. كلهم يا جماعه عم بيحاولوا هن بالاصل وجودهم تو ستابلايز الانترميديت ستيت اند تو ميك اللي هو عمليه الهيدروليسيس ايزير. فدايما بنحكي لما نحكي على شيء ترانزيشن ستيت ميميك، فدايما بهمني جدا يا جماعه اللي هو الهايبريدايزيشن على الكربونه اللي انا بهتم فيها تاعت اللي هي الانترميديت ستيت. يعني لو كان مثلا فور اكزامبل لو ما كانت هاي الهايبريدايزيشن لها بهذا الشكل، لو كانت فور اكزامبل اس بي 2، لو كان شيء مختلف تماما، بهي الحاله ما بصير عندي الانتر اكشن اللي انا عم بدور عليه، لانه كان كل الجيومتري لهذا المركب راح يكون مختلف. اخيرا بهمني يمكن احنا ما فرجيناهم او they are I think these are missing. في عنا هون لوسين بس هي السايد تشين لإلها ميسنج بصراحة، كان بدها preparation. لا هيتها واضحة. وميثيونين. أوكي. هدول اللي هي مجموعة من اللي هي نون بولر. في عنا الميثيونين واللي هي اللوسين امينو اسيدز نون بولر امينو اسيدز، فطبيعي جدا انه الايزوبروبيل جروب متجهه باتجاه نون بولر امينو اسيدز. هلا الروزوفاستاتين اللي شفنا اللي هو 2D interaction diagram له، الفكره فيه انه بيقدر يعمل فيردر interaction مع اللي هي الارجينين امينو اسيد، بيعمل اللي هي بولر بتعمل عندي هيدروجين بوند انتراكشن هياتها سيرين، هاي سي دبل بوند او تاعت المركب مع السيرين. لكن هاي اللي هي اهم النقاط اللي بدنا يا جماعه نعرفها
من هذا المركب. again عندي اللي هي البارا فلورو بارا يس بارا فلورو فينيل رينج مش جاي بلانر مع اللي هي الاروماتيك رينج بعيده عن اللي هي الكوبلانارتي بحيث بتساهم بافضل عمليه فيتنج وذين اللي هو البايندينج سايت. خلينا نرجع للسلايدات. في حدا عنده اي استفسار؟ هذا اللي هو بفرجيني قديش في عنا فيتنج ما بين الاتورفاستاتين بايندينج سايت وما بين يا جماعه الـ يعني الاكتيف سايت. هذا السيرفيس لما تشوف هذا السيرفيس اللي هيك فهو هذا السيرفيس تاع الاكتيف سايت يعني ات بيرفكتلي فيتس اللي هو ذن اللي هو الاكتيف سايت لا اللي هو الانزيم. اوكي طيب في حدا حاليا عنده اي استفسار عن الستاتينز يا جماعه؟ كل امورنا تمام نرجع نعملهم مراجعه. ايش في عنا بهاي الجروب؟ في عنا اللي هم مجموعه الناتشرال اوكيرينج لوفا سينفا اند بروفاستاتين وذ رينج اي اللي هي باللون الازرق. اذا كان لاكتون بيكون عباره عن برودراج. لاحظ اللي هو الهيبتانويك اسيد 3 5 دايهيدروكسي هيبتانويك اسيد اسينشال. حتى لما يصير عمليه الهيدروليسيس لهي اللاكتون بحافظ لي يا جماعه على اللي هي الستيريو كيمستري يعني ما بتخرب عندي الستيريو كيمستري نتيجه عمليه الهيدروليسيس سمبلي لانه انا بصير عندي الاتاك على السي دبل بوند او يعني في النهايه هاي الكربونه اللي هي تتراهيدرال مش راح يصير عليها اي مشاكل. الايستر جروب حكينا ضروريه زي ما شفنا الار اللي هي بالسيمفاستاتين مثل ان اكسترا مثل على البيوتريك البيوتريت الايستر هون بيعطيني هاير بوتنسي كومبيرد وذ لوفاستاتين. في عنا اللي هي الهيدروكسيل جروب بتزيد عندي الهيدروفيليسيتي. في عنا ات كان بي ايذر سي دبل بوند سي في غالبيه اللي هم سينثيتك كومباوند او سنجل بوند ما بين 6 و7. البارا فلوروفينال شفنا انها اسينشال. هيترو اروماتيك رينج اسينشال. الايزوبروبيل او سايكلوبروبيل بتعمل عنا اللي هي هيدروفوبيك انتر اكشن. اذا لاحظتوا هذا هو الروزوفاستاتين هيني عم بحط عليه هايلايت ماشي وهي اللي هي البولر جروب اللي قبل شوي شفناها بال2 دي ريبريزنتيشن. بتشتغل ايش يا جماعه؟ بتعمل على تثبيته مع الأرجينين والسيرين أمينو أسيدز. حتى هذه اللي هي المجموعة اللي هي بالأتورفاستاتين هاي السيدة بالبوند أو هاي شوية يعني خلينا نقول أعطته a little bit polarity كمان تشتغل مع السيرين أمينو أسيدز can interact with the serine amino acid كمان بتساهم في يعني زيادة البوتنسي. عشان هيك لما أجي أقارن الأتورفاستاتين والروزوفاستاتين بباقي المركبات بلاحظ إنهم these are اللي هم الموست بوتنت اللي هم روزوفاستاتين هو الأتورفاستاتين أكثر من غيرهم زي بيتافاستاتين فلوفاستاتين إلى آخره. في حد عنده أي استفسار يا جماعة على هذه اللي هي المركبات قبل ما ننتقل لمجموعة اللي هم الأنتي ديابيتكس؟ طيب أوكي خلينا ناخذ لنا بريك بس 5 دقائق أو 3 دقائق هيك إن شاء الله وبنرجع يا جماعة على الكلاس منبلش بمجموعة الأنتي ديابيتكس. أوكي
أوكي السلام عليكم. نرجع يا جماعة لموضوعنا، موضوع جديد اللي هو موضوع الأنتي ديابيتكس. بالأنتي ديابيتكس رح نحكي بداية على اللي هو الديفرنت إنسولين بريبريشنز، بعدين بإذن الله رح نغطي باقي اللي هي المجموعات. Of drugs. بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش موضوعنا نتعرف على الإنسولين. الإنسولين كلكم بتعرفوا إنه هو عبارة عن بروتين سوري أو بوليبيبتايد. عشان نتعرف يا جماعة على different preparations of insulin بدنا بس نتعرف على اللي هو الـ essentials أو basic structure لهذا الإنسولين، عشان نعرف إنه كيف إحنا حاولنا نغير بهذا الـ structure for example عشان يطلع عنا for example short acting, rapid acting, etc. insulin preparations. طيب هذا الإنسولين مولكيول مكون من two polypeptide chains, chain A and chain B، واللي هن طبعا لما نجي نعرف لما نحكي على different chains هذه طبعا اللي هي اللي باللون الأزرق اللي مكونة من 21 amino acids اللي هي عبارة عن chain A 21 amino acids بداية من اللي هي جلايسين ايزولوسين فالين إلى آخره لحد السيستين والأسبراجين اللي هي C terminus of chain A. وفي عنا chain B اللي هي عبارة عن 30 amino acids long polypeptide. طبعاً دائماً إحنا بنعرف لما يكون في عنا two مثلاً chains linked to each other فأكيد اللينكر له عن طريق اللي هي disulfide bridge، بيكون في في عنا اللي هي disulfide bridges ما بين اللي هم two cysteine amino acids. واحدة لاحظ في عنا هون one disulfide bridge ما بين اللي هي cysteine على chain A وcysteine رقم 7 كمان على chain B، ايضا ما بين سيستينز رقم 20 على تشين A و19 على اللي هي تشين B يعني. وهذا اكيد طبعا بيحدد لي اللي هو الكواترنري ستراكشر اوف ذس هرمون. ايضا ما ننسى انه تشين A فيها ايضا انترنال دايسلفايد بريدج تربط ما بين التو سيستين امينو اسيد. هلا يعني لما نيجي نحكي على disulfide bridge بدك تتوقع انهم these are very essential for the activity of this polypeptide. ويوجوالي دائما عمليه بالعاده دائما انك تعمل reduction لهي disulfide bridge او تغير مثلا واحده من الامينو اسيد. نفرض اني انا قلت بدي اصنع انا new type of insulin واغير انا cysteines، فبدك تكون حذر جدا لانه ممكن تغير لي تماما اللي هو الشكل تاع هذا البروتين، لانه هن they highly determine اللي هو الكواترنري ستراكشر اللي هو 3D structure that allows هذا الانسولين انه يرتبط بالريسبتر تاعه. خلينا نشوف قبل بالله ما نحكي على different insulin forms بس نحكي على اللي هو الميكانيزم اوف اكشن. طبعا احنا بنعرف انه يعني الانسولين اكيد هو هرمون بتم افرازه نتيجه فور اكزامبل لما تاخذ اللي هي الميل تاعتك، وبصير في عنا انسولين ريسبتورز وين مينلي موجودين على الليفر والمسل واللي هم في على الاديبوس تيشوز على الاديبوسايت. وبرتبط هذا الانسولين باللي هو الانسولين ريسبتور. لما يصير في عنا ارتباط للإنسولين بالإنسولين ريسبتر بصير له إشي مسميه لهي الدايمرايزيشن لهذا الإنسولين ريسبتر، وفي عنا اللي هي إشي داخل الخلية إنسولين ريسبتر سابسترات بصير له أكتيفيشن، وبصير في عنا يعني a complete cascade of يعني intracellular signals اللي في النهاية إيش بتعمل عنا؟ تعمل عنا translocation للجلوكوز ترانسبورتر من اللي هي storage vesicle للcell surface. هذا اللي بهمنا. ليش هذا الحكي بهمني؟ أنا بهمني هاي glucose transporter ما
ماشي الحال إنها تنتقل على السيل سيرفس عشان تساهم في عملية الجلوكوز أبتيك. وإذا بتتذكروا من كيمياء طبية واحد نتذكر إنه الجلوكوز طبعاً هايلي هيدروفيلك، أكيد ما بصير له فاسف ديفيوجن، it needs اللي هو عملية الفاسيليتيت الديفيوجن، it needs a carrier لحتى يدخلوا للخلايا. وإحنا أي خلايا اللي بتهمنا من اللي لما نحكي على الليفر المصل والأديبوسايت عشان يتخزن هذا الجلوكوز ويقل طبعاً أكيد تركيزه داخل داخل البلد. إذن هاي اللي هو المين أكشن لهذا الإنسولين. طيب نجي نطلع على هذا الإنسولين. الإنسولين بما إنه it needs to interact، هذا اللي هو الإنسولين، هذا اللي هو العبارة عن two chains ماشي الحال، هدول اللي هم two chains chain A and chain B of the insulin hormone. هذا اللي هو ممكن يكون على شكل مونومر، ممكن يجي يصير dimerization نتيجة intermolecular interaction ما بين اللي هم two insulin monomers، وممكن كمان تكون على شكل حتى hexamer من خلال عملية كمان coordination مع zinc ions أو at very high concentrations ممكن يكون على شكل hexamers. hexamers يعني في عنا 6 insulin molecules أو macromolecules كلياتهم عاملين اللي هو هذا الcomplex. طبعا أنا إيش اللي بيهمني؟ أي واحد اللي هو بيرتبط بالإنسولين ريسبتر وبيعطيني اللي هو بيعمل لي activation للإنسولين ريسبتر اللي هو الإنسولين مونومر. هلأ الإنسولين بالعادة الوضع الطبيعي إنه هو لما يكون داخل البلود ستريم بيكون at low concentrations so it exists as a monomer at low physiologic concentrations اللي هي أقل من 0.1 millimolar per liter. لكن إذا صار في عنا إني أنا for example أنا حطيته بـ preparation ماشي الحال، أنا بدي أصنع هذا اللي هو الإنسولين أو مثلا أخذه من natural origin، فهذا الإنسولين أنا بدي أحطه داخل هاي الإنجكشن. طبعا أكيد بدي أحطه بـ high concentration مشان ما أكبر أنا حجم الإنجكشن. فأت high concentrations هذا الإنسولين it can dimerize على تركيز بحدود اللي هي 0.6 ملي مولر، فهذا اللي بيكون موجود عندنا من اللي في عملية الفارماسيتيكال بريبريشن. راح نشوف يعني كيف ممكن نأثر على عملية الدايمرايزيشن بحيث اني انا احافظ عليه يضله في حالة المونومر فورم. For example in certain preparations that are intended to act quickly. طيب على النيوترال بي اتش وبوجود اللي هي الزنك ايونز ممكن انه يصير في عندنا اللي هي الهكسامرز اللي تتكون نتيجة اللي هي coordination مع two zinc ions موجودين داخل هذا الهكسامر، واللي هي هي فعليا هذا اللي هو الهكسامر form هو الطريقة أو الطريقة اللي هو بيكون متخزن فيها هذا الانسولين داخل اللي هم physicals in the beta cells. once بصيرهم release من هدول الجرانيولز وبيطلعوا على اللي هو البلود ستريم بصير له دايلوشن وبالتالي بتحول للي هو المونومر فورم اللي مفروض انه يرتبط بالانسولين ريسبتورز على الليفر سيلز والمسل سيلز الى اخره. لكن عشان كمان نكون بالصوره حتى نفرض اني انا مثلا فور اكزامبل اي هاف اي وان تو ميك ا فارماسيوتيكال بريبريشن وأعمل high concentration من الإنسولين very high concentration of this insulin. ممكن إنه إذا كان التركيز لهذا الإنسولين عالي حتى in the absence of zinc ممكن كمان إنه يعطيني اللي هم هذول الهكسامرز. هذا الحكي كمان وارد. طيب خلينا نشوف إذن هلأ الفكرة اللي إحنا بدنا نتحكم فيها في عملية اللي هي الأبسوربشن واللي هي الـ onset of action of these different insulin preparations رح تعتمد على تغيير اللي هي الـ concentrations of the insulin في اللي هي الـ pharmaceutical preparation. طب يا جماعة أنا مش قادرة رح أكمل المحاضرة معلش بتعذروني.
بنعوضها إن شاء الله المحاضرة الجاي. سامحوني يا جماعة، إحنا يعني بكل أحوال يمكن ماشيين أكثر من الشعب الماضية، فخلينا رح أفصل المحاضرة الآن، بس رح أنزل اللي هي حضور وغياب. سلامتك دكتورة. الله يسلمكم يا رب. خيرا إن شاء الله. طيب منشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. يعطيكم ألف عافية. أنا سامحوني، أعذروني. يلا سلام عليكم.